المفارقة بينه وبين محمد عبده، أنا أقول لك أنه لا 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 وجود للمقارنة بين طلال مداح كفنان ومحمد عبده كفنان، لأنه فارق كبير بين الاثنين، سواء في الإمكانات وفي القدرات وفي المواهب، وحتى على الصعيد الشخصي خلى الفنان الامر الشخصي مظهر ومخبر لا هذا امر شخصي خاله، بس يعني ابو خالد انت طبعا هذا راي محب، يعني في النهايه في ناس مثلا ايضا اراهم مع محمد عبده بانه ايضا مميز وكذا، فهذه خلينا نكون حياديين في هذه النقطه. لا، أنا حيادي جدا في هذه المسألة، لأنه طبعا هذا الكلام لا يجرد محمد عبده من فنه، ولكن نعم. محمد لا يرقى إلى فن طلال. أما بالنسبة لما تطرقت إليه، ففي تصوري الشخصي أنه ما قدمه طلال من عطاء ثري وزخم قوي جدا في مجال التأليف الموسيقي والألحان والأغنية وتقديم الصور الفنية الحديثة ودعمه للأصوات الغنائية الشابة وتقديمه للملحنين بكل شجاعة أيا كانوا من أي قطر عربي أو من الوطن الحبيب، هذا جعل طلال في صورة مناسبة جدا حتى في آخر لحظة من حياته. ما يتردد القول عن أنه في السنوات الأخيرة تراجع، الحقيقة أنا لا أتفق مع هذا الرأي. أنا أقول إنه طلال مداح في السنوات الأخيرة كان من أكثر الفنانين تنظيما، وكان من أكثر الفنانين قدرة على تقديم عطاء متوازن ومدروس، وهذا ما جعله محط اهتمام الآخرين، وتلك نعم هي الشخصيات العظيمة دائما. نعم